إذا بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم كنا عشنا أجواء ديال اللقاء تواصلي اللي نظمته جمعية آفاق المغرب وجمعية فنون، واللي كانت حرفت حضور متميز وحضور وازن من قبيل كتيب العام الجامعة الوطنية وكذلك التيكواندو وكذلك مدير المنتخبات الوطنية في جميع الفئات السيد الدودي السيد الإدريسي، ودون ما ننسى الحضور اللافت والمتألق ديال الفنان ديالنا البطل المغربي والعالمي الأستاذ مصطفى أوعكا اللي أعطانا واحد النفس جديد في إطار يعني التغلب على المكونات ديال الجسد والروح من خلال الإصرار ديالو، وعطانا واحد القدوة من خلال المسيرة ديالو اللي عرفت مجموعة ديال المعاناة، وهذا دليل على أنه المواطن المغربي لابد أن يضحي من أجل الوصول للهدف والمبتغى ديالو. المناسبة كبيرة باش أنه نحيي وغادي نحيي ناس وما غاديش نحيي واحدين اخرين، لسبب كون أن هاد الناس هما اللي كيعطيونا وهما اللي كيخليونا دائما في سير التواصل مع جميع مع المحيط ديالنا مع المكونات ديال المجتمع المدني، اللي هي تحيه خاصه للاعلاميين واخص بالذكر الاستاذي العزيز اللي كيقوم معايا الان بهذا الاستجواب. فنتمنى انهم كناس عارف مجموعه ديال التظاهرات من هذا القبيل حتى هاد الشباب ديالنا يوعى ويعرف بانه التربيه الرياضيه كتبقى مساله اللي هي جميله ورائعه في اطار تهذيب النفس اطار التربيه على المواطنه والروح ديال المواطنه. فتحيه صادقه وتحيه ليك يا استاذي العزيز.